العاصمة البلجيكية بروكسل منذ أيام قليلة. احنا بنتمنى إن شاء الله أن حالة الانتعاش السياحي تستمر ليس فقط في مدينة شرم الشيخ وإنما في كل المدن المصرية وعلى مستوى يعني الدولة المصرية بشكل عام. بنتمنى إن شاء الله عودة معدلات السياحة لسابق عهدها. مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء أكد أن مدينة شرم الشيخ بالفعل بدأت تشهد انتعاش سياحي خلال هذه الأيام وأن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ بلغت 19% وفي المحافظة بشكل عام بلغت 22%. من ناحية أخرى قال مصدر بهيئة تنشيط السياحة أن السياحة الأوروبية ستعود بقوة إن شاء الله خلال الأشهر القادمة وخاصة أنه في دول جديدة زي إستونيا وأوكرانيا مستمرة في إرسال رحلاتها إلى شرم الشيخ. بنتمنى بالفعل أن يتم تنويع يعني أشكال السياحة وتنويع الدول اللي ممكن تأتي إليها السياحة لمصر عن طريق طبعا يعني تعريف هذه الدول بالأماكن السياحية في مصر وبحالة الأمن والأمان والاستقرار الحمد لله اللي بتشهدها المدن المصرية المختلفة في هذه الفترة وبالتالي كله حيصب في عودة السياحة مرة أخرى بقوة إن شاء الله ولسابق معدلتها. وزي ما بشرنا الرئيس السيسي امبارح إن حالة أو الحالة الترويجية والانتعاش هتعود مرة أخرى إلى مدينة شرم الشيخ قريبا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إلى مهرجان مسقط السينمائي الدولي اللي فيلم البئر للمخرج الجزائري لطفي بوشيشي انتزع الجائزة الكبرى في هذا المهرجان جائزة الخنجر الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته 9 واللي اختتم أعماله بالأمس في سلطنة عمان بجائزة أيضا أو نال هذا الفيلم جائزة أفضل سيناريو بالإضافة لفوزه بجائزة الفيلم الروائي أو أفضل فيلم روائي طويل. أيضا نال فيلم انعكاس المخرج العماني ميثم الموسوي جائزة الخنجر الذهبي لأفضل فيلم قصير وحصل فيلم حياة طاهرة للمخرج المصري مهند دياب على جائزة الخنجر الذهبي لأفضل فيلم تسجيلي قصير. أيضا أقيمت الدورة 9 للمهرجان تحت شعار فن التسامح والجمال في الفترة من 21 إلى 25 مارس بمشاركة 36 فيلم من 25 دولة. بيقام هذا المهرجان مشاهدينا الكرام كل سنتين وبتنظمه الجمعية العمانية للسينما إلا أنه استطاع منذ انطلاقه في 2001 اكتساب موقع مرموق بين المهرجانات السينمائية في دول الخليج العربي. بس بتهيألي شيء غريب ان مصر مش مشاركه بولا فيلم في المهرجان او يمكن ليها مشاركات بس ما حصدتش جوائز. في فيلم اللي هو حياه طاهر. طيب والله كويس لطيف ان احنا يكون لينا يعني مشاركه. وفيلم حياه طاهره للمخرج المصري فعلا مهند دياب حصل على جائزه الحمد لله. يعني كنا متخيلين انه ما فيش جوائز ولكن بالفعل في الحمد لله جوائز لافلام مصريه مشاركه. بنتمنى ان شاء الله ان هي تزيد هذه المشاركات السينمائيه للمهرجانات المختلفة. ممكن نحاول بعد شوية الاتصال بمهند دياب المخرج المصري لو استطعنا ان احنا نتواصل معاه يكون معانا دلوقتي عبر الهاتف ونعرف تفاصيل عن هذه المشاركة دلوقتي عبر الهاتف. هنحاول الاتصال به ان شاء الله يكون معانا بعد شوية. واحنا بنتكلم بقى عن السينما والمشاركات المصرية والمهرجانات السينمائية هيكون معانا فقرة متعلقة الآن مشاهدينا بأهم وأبرز الإنتاجات السينمائية في مصر من خلال هذه الفقرة ثم نعود بعدها لاستكمال حوارنا وممكن إن شاء الله كمان نحضر هذا الاتصال الهاتفي مع مخرج الفيلم المصري مهند دياب اللي فاز بأفضل فيلم تسجيلي قصير في مهرجان مسقط السينمائي الدولي 9. قام خوف بنفسه برسم خط الشمال الحقيقي عبر دق وتد في الأرض بواسطة ميتدة ذهبية لأنه ليس مجرد تعليم اعتيادي لمخطط الأرض
إنه الطقس الذي يمكن أن يقدم الحياة الأبدية للفرعون والبقاء لشعبه. بدأ السباق من أجل إنجاز هرم خوفو العظيم قبل موته، وبمطلبه بناء أعظم هرم على وجه الأرض يقوم خوفو بمجازفة هائلة، إذ يجازف بقدره وبمملكته. قبل أن يضع حجر واحد، على مهندسي خوفو أن يكونوا متأكدين من أن الجوانب الأربع للهرم ستصمد عند الزوايا القائمة الدقيقة. تطلب ذلك قبضة من العلوم الرياضية التي لا نظير لها حتى وصول الرومان بعد 2000 سنة. كان لدى المصريين معرفة رياضية ذات أهمية كبيرة بما فيها علم الهندسة، لكن من المنصف القول إن علم الهندسة لديهم كان مسألة منافع أكثر منه نظرية، وكانوا يهتمون بتطبيق الهندسة في بناء الأهرام بدلا من أن يهتموا بنظريات الهندسة التجريدية كعلم. استعمل المهندسون على الأرجح طريقة بسيطة لكنها بارعة في احتساب زاوية قائمة، عبر استعمال حبل مربوط بعمود على طول خط رئيس يقومون برسم دائرة في الرمل، ثم يرسمون دائرة متداخلة أخرى تمتد مسافة أبعد. يقطع خط مرسوم بين النقاط حيث تتقاطع الدائرتان في زاوية قائمة كاملة. ضمنت هذه الطرق البسيطة بأن يرتفع الهرم بالتساوي وبانتظام. لكن التحدي قد بدأ، والآن بعد أن وضعوا الأساسات وقفوا قبالة بنية هائلة. من جديد مشاهدينا الكرام، في هذا الصباح هنرجع لمهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته 9، والفيلم المصري حياة طهرة للمخرج المصري مهند دياب اللي فاز بجائزة الخنجر الذهبي لأفضل فيلم تصويري قصير خلال هذا المهرجان. احنا بالفعل الحمد لله معانا دلوقتي المخرج المصري مهند دياب عبر الهاتف. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي والف مبروك فوزكم بهذه الجائزة. اهلا بيكو جدا. عايزين نعرف من حضرتك حياة طهرة، دلالة الاسم وأيضا يعني قصة الفيلم التسجيلي إيه؟ هو حياة طهرة ده جزء من ثلاثية تسجيلية أنا بعملها عن كفاح المرأة المصرية في مصر. ابتديته بحياة كابلة، وتاني فيلم كان حياة طهرة، وبجهز دلوقتي إن شاء الله لقصة جديدة. هي الفكرة بتاعته إن أنا بقدر إزاي إن أنا أعمل في وقت قليل جدا قصة أو بنرصد حياة المرأة المصرية، بندخل بيتها وبنقدر إن إحنا نشوف هي يعني أكتر حاجة يعني قوية فيها كانت إيه. السلسلة دي كانت عن التمكين الاقتصادي، فقدرنا بس من خلال الفيلم إن إحنا بنلقي الضوء على قصة الحياة دي بشكل مفصل يعني. تمام. ده جميل جميل ان الفيلم بيتزامن برضو صحيح. مع شهر مارس واحتفالاتنا في بال يعني سواء عيد المرأة والمرأة المصرية ويوم المرأة العالمي كان 8 مارس اللي فات، فطبعا دوت الموضوع ايضا جاي في وقت بيشهد العالم كله مش مصر بس احتفال بدور المرأة في المجتمع سواء اللي هي بتحيا فيه او حتى في المجتمع الدولي. طيب استاذ مهند، عايزين نعرف برضو هذا الفيلم او هذه المشاركه كيف جاءت؟ هل حضرتك كنت المشارك المصري الوحيد ولا كانت في مشاركات مصريه اخرى شاركت في هذا المهرجان؟ لا، هو انا كنت المشارك المصري الوحيد. ويعني الفكره كمان انا حابب اضيف ان حياه طاهره وحياه كامله هو الاسم، هما دي شخصيات حقيقية يعني هي الست فعلا اسمها كاملة، فإحنا منها ان هي تبقى حياة كاملة
أو حياة طاهرة، وهي فعلا حياة الحاجة طاهرة وحياة الحاجة كاملة. الحمد لله الفيلم، يعني أنا كل ما بقدم مسابقة، هو شارك كمان في ركن الفيلم القصير في مهرجان كان السنة اللي فاتت، صحيح، والحمد لله أخذ جوائز كتير جدا، منها جائزة مهرجان اسكندرية السنة اللي فاتت ومهرجان القومي للسينما، وشارك في العديد من المسابقات الرسمية في مهرجان شلتيا في أمريكا وفي طنجة في المغرب، والحمد لله أخذ كذا جائزة ثانية. فأنا يعني، وأنا لما قالوا لي أنه مشارك في المسابقة الرسمية المهرجان مسقط، أنا كنت حاسس أنه هو هيكسب، بس طبعا لظروف الشغل وكده أنا ما قدرتش أن أنا أسافر، انشغلت شوية يعني، بس أنا كنت متوقع له يعني إن شاء الله أنه هو ياخد جائزة، بس مش متوقع أنه هي هياخد الجائزة الكبرى يعني. طيب المشاركة في المهرجانات المحلية والدولية أو العالمية أستاذ مهند بتضيف إيه للمخرج أو بتشجعه على أنه ينتج بعد كده برضو أفلام أكثر تعبيرا عن الواقع؟ هي الجميل في أن إحنا الواحد يعني يشارك في مهرجان دولي أو مهرجان عالمي، أنه بيحس قد إيه أنه هو يعني متميز أو أنه هو متفرد، وبيقدر أنه هو بيقدم سينما ليها اسلوب تاني او ليها يعني تقييم تاني مختلف. انا لما سافرت المغرب السنه اللي فاتت وقدرت ان انا اشوف حتى انواع الافلام المختلفه من دول العالم، ولما سافرت حتى فرنسا، لا حسيت ان احنا بنقدر نقدم سينما حلوه جدا. بنقدم وهي امكانيات بسيطه، ولكن هي القدره ان تبقى عندك فيجن كويسه ورؤيه حلوه جدا. انت مش لازم، ان احنا لو انا هتكلم عن كفاح المرأة المصرية فيبقى انا لازم اجيب واحدة الناس كلها بتتفرج فنقعد نعيط، لا بالعكس، احنا بنتفرج، احنا انت بيديكي روح من البهجة ومن الامل وانت بتتفرجي على الفيلم ده، فبتحسي فعلا بانشوج الكفاح دي عاملة ازاي. تمام. طيب استاذ مهند، عايزين نعرف هل هذا الفيلم اللي حاز على العديد من الجوائز في مهرجانات دولية، هل عرض في سواء قنوات مصرية أو عرض في أي من الدور اللي بتهتم بالأفلام التسجيلية سواء القصيرة أو حتى الطويلة؟ هو هي كانت الحاجة طاهرة نفسها أن هي في الفيلم نفسه يعني بتقول لي وأنا بسجل مسلسل ده، أنا نفسي أشوف نفسي حتى نفسي على التلفزيون. أنا خليت الجزء ده في الفيلم، وكان من ضمن أحلامها أن هي كانت تطلع حج، فأنا قدمت الفيلم، فرجته لدكتورة غادة وائلي وزيرة التضامن. جميل. عجبها جدا الفيلم، وكانت الحمد لله سبب ان هي تستضيفها أستاذة لميس الحديدي في عيد الأم السنة اللي فاتت، والحمد لله أخذت حج هي وابنها. أنا حسيت قد إيه إن لما تعرض حتة بس من الفيلم، طبعا ما بيتعرضش كله عشان يقدر هو يدخل مهرجانات، لكن حسيت قد ايه ان فيلم بسيط جدا عن امرأة من صعيد مصر، ممكن ناس كتير دي ما تعرفهاش، ولكن لما تعرض جزء منه اثر في حياة الست دي، انه قادر ان هو يعني اثر مع المستوى الاجتماعي ان هي تاخد الحاجة اللي هي نفسها فيها، وفي نفس الوقت اثر انا معايا كجزء يعني تحس انه زي مسؤولية اجتماعية على المخرج نفسه او صاحب الرسالة نفسه، انه ازاي يستخدم فنه ان هو يقدر يساعد الناس. حتى الجزء الأولاني اللي هو فيلم حياة كاملة برضو الحمد لله دخل قبل كده مسابقة في السفارة الأمريكية، وكاملة نفسها سافرت أمريكا تاخد كورس في صناعة الخوص، وأنا كنت سافرت مهرجان سان دانس السينما الدولي، فإزاي إن الفيلم يبقى ليه علاقة وطيدة بخدمة الناس نفسها أو البطل اللي هو في الفيلم نفسه. طبعا. طيب عايز اعرف من حضرتك المشاركات المصريه في المهرجانات العالميه شايفها ازاي او بتقيمها ازاي؟ يعني انا شخصيا ما كنتش معتقده انه هيكون في مشاركه مصريه فعاله في المهرجان، ولكن فعلا لقيت انه في مشاركه وانه في جايزه حصدتها او حصدها فيلمك التسجيلي، جايزه يعني جايزه الخنجر الذهبي كافضل فيلم تسجيلي قصير. المشاركات المصرية في المهرجانات كافية؟ وهل شكل الأفلام أو يعني طبيعة القصص اللي بتقدمها الأفلام دي في المشاركات العالمية شايفها إزاي برضو؟ هو إحنا يمكن إحنا شوية يعني أنا لعب على جزئية شوية في الفيلم التسجيلي، إن أنا بحاول ما خلهوش الناس واخدة فكرة عن
ان الفيلم التسجيلي هو فيلم ممل شويه.